نحن نقترح ونحضر ما هو في صالح المواطن. يبقى البرلمان سيد في قراراته لأنه يمثل الشعب، يعني راح يكون وفق المعايير اللي هي حماية البيئة. إذن راح توضع الآليات اللازمة لمنع أي خروقات إلى غير ذلك. وبالعكس أنا تكلمت مع اللجنة، كان فيه يعني حس بيئي وكان فيه، لكن في الطرح بصفة عامة حتى على مستوى أوروبا أنه فيه معايير إذن يجب مراعاتها. احنا بصدد إحصاء كل الشباب اللي عندهم مشاريع خاصة بالريسك على مستوى الوطن، اللي كنا صادفناهم في كثير من الخرجات عبر 48 ولاية، حتى بالنسبة للجنوب في أبعد نقاط في الجنوب في كثير من المهتمين. احنا في نهاية هذا الشهر مقبلين على يوم تأطيري إعلامي مع الخبراء ومع المؤطرين في كيفية إطلاق هذه المشاريع.